انا تمام جدا مع كلام، لا انا عايزك انا تمام جدا مع كلام مجدي ومستاء جدا من تشافي. ليه؟ مدرسه الموهوبين اللي كان مجدي بيتكلم عليها هي مش وقتها على الاطلاق، خاصه ان انت بتلاعب فريق ثلاث ارباعه من المخضرمين. كنت عايز اتكلم تحديدا على تشاوميني اللي مجدي اتكلم عنه بيلعب بخبره. مجدي وهو بيتكلم في السياق كده فقال انه ريال مدريد مطعم بالخبرات كبيره جدا، خبراتهم حتى في اللعيبه الجديده او حتى في اللعيبه الشابه بيلعبوا بخبرات وبنضج مش طبيعي، بياخدوا من شخصيه الفريق وبياخدوا من شخصيه المدرب وبيلعبوا بالامكانيات اللي بالبوتنشال بتاعهم، مش دلوقتي بيلعبوا باللي هو اللي المفروض يلعبوا بيه. تشاوميني واحد من دول، فالفيردي واحد من دول، كامافينجا لما بينزل واحد من دول، كامافينجا مش طبيعي، مش طبيعي فعلا. رمانه في نص الملعب، كانت ديفيدز، ادجار ديفيدز، ادجار ديفيدز بالظبط، الله يفتح عليك. الفكره في الموضوع ان انت بتقابل خط وسط قوي ومخضرم زي مودريتش، زي توني كروس، زي تشاوميني، خط وسط شاب، خليني اكون لطيف في الكلام، شاب ما عندوش الخبرات، فبتنزل في الاول بادري، بوسكيتس، ديونج. بوسكيتس بدني رايح خالص، بدري ما عندوش الخبرات، فقررت لما تغير بوسكيتس ما تنزلش كيسيه اللي هو على يعني بطل دوري ايطاليا عنده خبرات، هو سخن كيسيه وبعد كده نزل جافي، عايزينه متاخر قوي جدا. بس لما نزل في الدقيقه 60 بدل بوسكيتس راح منزل جافي، اللي هو تغيير بالنسبه لي غير منطقي على الاطلاق. تغييره انسو فاتي متاخره جدا، بمجرد ما انسو فاتي ما نزل في حلول كتير جدا اتعملت في الملعب، وبالعكس الملعب اتقلب لصالح برشلونه، بقى الاستحواذ لصالح برشلونه، الخطوره لصالح برشلونه. خروج ديمبلي كان متاخر جدا. في المجمل اداره تشافي للمباراه سيئه جدا، اداره انشيلوتي للمباراة كما هي العادة على الدوام الإيطالي يكسب. نجم كبير طبعًا. طبعا يعني انا عارف انت مش ريال، انت لا خالص، انت راجل ايطالي. انا مع انشيلوتي. طالع انشيلوتي انت مع انشيلوتي بس.